هو فاينل ديستنيشن. وسعيد يستمر بشيك. اوكي اس بي كي قرر انه يستمر باختيار شخصيه شيك للامانه. شيك يا جماعه الخير ما هي شخصيه سيئه. الكثير من اللاعبين المحترفين في اليابان برأيهم يشوفون أن شيك تعتبر من الشخصيات الممتازة للأمانة. وشفنا لعيبة محترفين كثير يلعبون هذه الشخصية، من ضمنهم لاعب الأمريكي بويد، كذلك لاعب المكسيكي روكس أفتكر كان اسمه، وكذلك عندنا اللاعب مستر آر من هولندا. فنشوف لعيبة محترفين قلة اللي يلعبون شيك ويقدرون يحققون مراكز وياها، لكن موجودين بالساحة. ونشوف حاليا ان سوكي كينج يتصدر من حيث الدمج، لكن سعيد قاعد يرد عليه بشكل قوي. فارق البرسنتج شيء بسيط يا جماعة الخير. شيك معاناتها يا جماعة انه صحيح هي شخصية سريعة، وصحيح انه هي شخصية تقدر تشبك ضرباتها بشكل جيد، عندها كومبو ابيلتي، لكن الدمج اللي تحققها من هذه الكومبوات جدا 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 قليل لما احنا نقارنها بشخصيات ثانية في التوب تير يقدرون يحققون دمج اعلى بنفس عدد الانتر اكشنز. خلينا نقول شوف حاليا السوجي كينج متصدر من حيث الدمج 158%. سوجي كينج قاعد يعاني انه يلاقي فرصه الذبحه، وشيك تاخذ اول ذبحه. غريبه في العاده ما نشوف ان شيك تخلص ستوكات، لكن قدر سعيد انه يخلص ستوكات باستخدام الداون سماش، ويرد علي سوكي كينج ويقول انا بعد عندي القدره ان اخلص هذه الستوكات باستخدام الباك اير. تو ستوكس تو تو حاليا يا جماعه، تو ستوكس تو تو ما بين اس بي كي وسوكي كينج في هذا الماتش اب. وسوكي كينج متصدر من حيث الدمج، لكن سعيد قاعد يرد عليه بشكل تدريجي. يعني انت شفته يعني قدر انه يحقق فيرين ورا بعض، وكمية الدمج اللي حقق منها كم؟ 6%. شوف حاليا سوجي كينج يمسك وسط المرحلة، يلاقي روحه على الطرف. حلو الكومبوز من سعيد، كان في دراج داون كانت فكرة جدا جميلة، لكن ما قدر يحقق منها شيء. حلو داون تلت انتو فورد اير من سوجي كينج، ويتصدر من حيث الاستوكات 2 ستوكس تو 1 53%. داش تاك انتو افير انتو افير دراج داون. حلو سوكي كينج يستمر بالكومبو داون ثرو. اوه البيفت بيفت جراب. حلو الباكير. حلو يستمر بالضغط سوكي كينج. عفوا اس بي كي يلاقي كومبو اب اير، حاول انه يلاقي ثانيه. سوكي كينج يرد عليه هجمه مرتده باك اير. حلو نوترال اير تو اب تلت ما قدر انه يخلصها، يحاول انه يدور نوترال اير ثاني داون. اوه ما قدر انه يبلش الكومبو فور تلت تو اب اير. شوف سعيد وشو ممكن يسوي. سعيد اعتقد على الاغلب انه راح يحاول يشبك ضربات معينه بباونسنج فيش. وحلو الفورد اير. سوكي كينج طالع او راقب الابروش اوبشن من اس بي كي وكيفيه عودتها الى المرحله، قرر انه يبنشها بشكل صحيح ويكسب الجيم الاول بنتيجه 1-0 حاليا لصالع سوكي كينج في تبديل شخصيات من اس بي كي. اعتقد على الاغلب الحين راح نشوف من هي الشخصيه البديله. طبعا سعيد من اللعيبه اللي يتميزون بقدرتها على اللعب بشخصيات عديده وكثيره، يعني حتى عيارته انه كنا نقول انه مش من اللعيبه اللي او عفوا من اللعيبه اللي يمينون راندوم فيتمكنون انهم يلعبون اي شخصيه. سنيك سنيك طبعا انا عمري ما شفت اس بي كي يلعب سنيك، عمري ما شفت اس بي كي يلعب سنيك، فراح نشوف ايش اللي راح يحصل في هذا الماتشب. طبعا عندنا في قطر كان عندنا اللاعب سابق سليبينج ووكر كان يلعب بهذه الشخصيه، لكن ما شفناه في البطولات فتره طويله طويله جدا جدا جدا. ف يعني سنيك من الماتشبات اللي نوعا ما ممكن نقول نسيناها في سماش قطر، لكن اعتقد انه على الاغلب ممكن سوجي كينج يشوف ان هذا ماتشب جيد بالنسبه له. ولا تريد 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 يا جماعه الخير تنهي الاستوكات. حلو نشوف ادجارد اوبرتونيتي حاليا. حلو سوكي كينج قدر انه يصيده. سعيد هاي ريكفري.
حلو يبنش الأبي من سوغي كينج داونير يضغط استخدام الجرينيد. طبعا يا جماعة الخير شخصية مثل سنيك تعيش على التريدات لأنها شخصية ثقيلة جدا ما عندها مانع أنها تفجر روحها باستخدام الجرينيد. حلو استخدام التريت جرينيد تريت ثاني داش اتاك تريت 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 يا جماعة مش ممكن مش معقولة التريت. طبعا سنيك من الشخصيات الرائعة في الأشغارد بحكم عفوا سوغي كينج يرد بشكل سريع 2-6-1 حاليا. سوغي كينج قاعد يحاول يرد نتيجة المباراة داش اتاك حلو الأبير حلو داون ثرو انت نوتر الاير ثانية سوغي كينج قاعد يحاول يردها سبيكي نشوف اذا راح يقدر يرجع للمرحلة ولا لا. اجارد من سوغي كينج لكن ما قدر ارمر على الابي باملات انتو باك ثرو حلو الفورد اير راح يخلصها سوغي كينج قدر انه يحقق كمباك كبير 1-2-1 حاليا في الجيم الثاني لكن راح نشوف اذا سوغي كينج راح يقدر يرد الدمج ولا لا. 98% الوضعيه خطيره تريت 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 حلوه الفكره من سوغي كينج انه يحاول يستخدم الكاونتر اس بي كي تفاداها ومن ثم ما قدر يرجع بالابي. بان اف دي الاول يمنع مراحل سماشفيل واف دي فراح نشوف اختيار المرحله من سوغي كينج راح تكون كالوس بوكيمون ليج. كالوس بوكيمون ليج من المراحل اللي تعتبر نوعا ما جيده لسنيك امانه بحكم انها شخصيه ثقيله فهذا معناته انه راح يقدر يعيش لفترات اطول. اف دي وسماشفيل هي المراحل اللي منعت راح نشوف وش اختيار سوغي كينج. طبعا سوغي كينج از بتوين اراك ان هارد بليس حتى لو اذا غير مرحله ممكن ان سعيد يبدل الشخصيه لكن اعتقد ان على الاغلب سعيد راح يتم على نفس الشخصيه كالوس بيكون ليك سنيك شخصيه ثقيله راح تقدر تعيش لفتره طويله في هذه المباراه. نتيجه المباراه حاليا 1-2-1 1-1 حاليا على كالوس بوكيمون ليج. فار بزنس حاليا 14% سعيد قدر انه يحقق ديرين ورا بعض. حلو دير يحتفل بالجرينيد يلعب على درع سوغي كينج. حلو داش اتاك تراجع يحتفل بالجرينيد. طبعا سنيك من الشخصيات اللي نوعا ما قريبه من روبن حيث انه ممكن انه يتصدر بال بال باللج بلاي. حلو استخدام الجرينيد داون ثرو 115-26% نشوف سوغي كينج راح يحاول انه يضغط على سعيد من حيث الاجارد اب تلت اسرع سريع يذبح سوغي كينج من فوق سنيك حاليا على 42%. وبعد يا جماعه الخير سنيك من الشخصيات الثقيله فتفضل التريدات سنيك حتى لو ياكل القنابل واجد ما عنده مشكله ما يخاف شخصية ثقيلة فما عندها أي مشكلة. حلو كونفرجن من سوغي كينج ما قدر انه يحقق الاجارد. ١٣٢% بالمقابل ٢٤% او عفوا ٢٨% على سوغي كينج. حاليا. حاليا سعيد مو قادر يلاقي الابروتش اوبشن الصحيح فورد تلت يلاقي يحاول يبلش فيه دمجات بسيطه. حلو الباك اير جيتس انتربتد باي ذا جرينيد على الاغلب. حاليا سعيد على 183% قلت لكم يا جماعه سعيد راح يعيش لبرسنتات جدا طويله. هذه المرحله تعتبر من اكبر المراحل في هذه اللعبه المراحل المسموحه في هذه اللعبه عفوا. فاملز اب ثرو راح تذبح دي اي جدا جميل من اس بي كي لكن ما راح يقدر يعيش 2 ستوكس تو 2 حاليا لكن سوغي كينج عليه 84%. كذلك في ثريتات يا جماعه
الترت موجود يا جماعه موجود. طبعا اللي ما يفهم مصطلح ترت، ترت هي السايد بي مالت سنيك، هي السايد بي مالت سنيك. حلو كونفرجن جزء جميل من سوكي كينج ويستمر بعد ابير. حلو الفورد ثرو ما قدر يحذف الجرينيد في الوقت المناسب، داون اير انتو باك ثرو حاول انه يكملها لكن ما قدر. سوكي كينج ياكل اب تلت ثاني حاليا 2-2-1 107% دمج على سوكي كينج. يو 47% حاليا. حلو الاب ثرو حلو 164% بالمقابل 40. سعيد متصدر بالستوك. سوكي كينج يحاول انه يخلص الستوك بشكل او باخر. اب اير ما راح تنهيها 186%. مع الخير سنيك شخصية جدا جدا ثقيلة ولا راح تقدر تخلص الجيم او يخلص ستوكات او يموت بشكل مبكر. سوكي كينج يلاقي الضربة الحاسمة 80% بالمقابل 5% على اس بي كي. سوكي كينج ضروري انه يبلش بكومبو سريع يتراجع من تكملة الكومبو بحكم وجود الجرينيد، فقال ما افضل انه يكون في تريد فراح اسوي كومبو ري ست 70% حاليا. سوكي كينج قدر انه يرد الدمج تقريبا لكن جرينيد انتو اب اير. اس بي كي يتصدر بنتيجه 2-1. طبعا اس بي كي يعلن انه راح يغير شخصيه. ستيج فيرست، ستيج فيرست في الكاونتر بيرش. راح نرجع الى كالوس بوكيمون ليج. نرجع الى كالوس بوكيمون ليج. ونشوف تبديل الشخصيات من اس بي كي ماريو. اختيار نوعا ما غريب يا جماعه الخير، ماريو على هذه المرحله اعتقد ممكن انه يعاني شوي. ماريو من الشخصيات اللي تفضل انها تذبح ب يعني مراحل اللي تعتبر صغيره من حيث البلاستونس. حلو ارلي كومبو ستارتر. حلو اس بي كي وحاول انه يشبك بضربه الابي لكن حاليا سعيد يستمر 100% مقابل 26%. بنشوف اذا سوكي كينج راح يقدر يحقق كومبو كذلك لكن ما راح يقدر اب سماش اسرع سريع من اس بي كي. حلو استخدام الفاير بول حط البرشر. حلو الاب سماش. اس بي كي ياخذ الستوك الاول ضد سوكي كينج. اب اير سوكي كينج يحاول. طبعا يا جماعه الخير ماريو من الشخصيات اللي عندها وول جامب. دبل اب سماش مو معقوله. اب اير انتو باك اير. يا الهي يا اس بي كي يا الهي مش ممكن يا جماعه الخير. ماريو تعتبر من الشخصيات اللي جدا جدا اكسبلوسيف وتقدر انها تشبك كومبوات ببعض بشكل جدا جدا سلس. يا الله النترال اير يبيت السبوت دوج ويكملها بفورد سماش. اس بي كي هل راح نشوف 3 ستوك ويقدر يتصدر في هذه المباراه بنتيجه 3-1 ولا لا؟ 114% حاليا على اس بي كي. سوكي كينج يحاول انه يدور فرصته، يدور الكل اوبشن اللي عنده، يحاول انه يشبك ضرباته بكل اوبشن معين. سعيد يرجع من حيث لا يرجع 153% يرجع باستخدام الوول جامب والبي ريفيرس بالفاير بول. 3 ستوكس حاليا على اس بي كي. سوكي كينج يحاول يدور رو فورد اير او ايا كانت، كادت ان تكون باك ثرو ولكن لم تكن. نشوف الحين حاليا
اس بي كي يرجع على طرف المرحله، اعتقد لولا استخدم الولجم كان رجع. اعتقد حاليا 2 ستوكس 2 1 لصالح اس بي كي، لا يزال متصدر من حيث الاستوكات 100% حاليا. تبل جاب سوكي كينج على طرف المرحله، كسب اتاك جدا جميل حلو جميل جدا. الباك اير من سوكي كينج عفوا من اس بي كي، لكن ما راح يقدر يخلصها. داون تلت يا الهي اس بي كي، الفكره كانت موجوده ولكن الرول ريد غير صحيحه ويخلصها سوكي كينج بشادو سنيك 148%. هل اس بي كي راح يقدر يخلصها ولا لا، او ممكن نشوف كمباك خرافي من سوكي كينج؟ ما يندر يا جماعه. رول يرجع على وسط المرحله، باك اير ولا 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 يا اس بي كي، مش ممكن مش ممكن، ما عنده ابي. اخ مش ممكن مش ممكن، كادت ان تكون ولكن لم تكن، كادت ان تكون ولكن لم تكن. اس بي كي يتصدر في هذه البراكت، ونقول هارد لك حق سوكي كينج، قدر انه يضمن حق روحه المركز المركز الثالث وكسب معانا جائزة بقيمة 400 ريال قطري. الحين المنافسة في الجراند فاينلز، سعيد من اللور براكت، اس بي كي من اللور براكت ضد بروجكت فيصل الجراند فاينلز. يا جماعة الخير راح ناخذ فاصل قصير ونعود لكم.